لا موازنة في 2022. هل يقر البرلمان قانون أمن غذائي جديد؟ يحذر خبراء في الشأن الاقتصادي من مساعي جهات برلمانية إلى إقرار قانون جديد للدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما تتجدد الدعوات إلى البحث عن حلول تسمح بتشريع الموازنة بأسرع وقت ممكن. أوساط نيابية بدأت تروج لسن قانون جديد شبيها لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تم إقراره في حزيران الماضي. هذا الطرح متسرع لأن قانون الأمن الغذائي يسري إلى السنة المقبلة مع وجود تريليونات الدنانير تضمنها القانون. الصرف الاعتيادي للقانون المرتقب سيكون بحدود 120 تريليون، وهو ما يعني إضافة فساد جديد للفساد الحالي. الدعم الطارئ للأمن الغذائي قد تناول مسائل بعيدة عن هذا الموضوع مثل التنمية وقضايا أخرى، كما أن الغذاء بحسب جهات رسمية مؤمن حتى الشهر الرابع من العام المقبل. مبالغ قانون الأمن الغذائي هي 25 تريليون دينار، قسمت بواقع أكثر من 17 تريليون للسنة الحالية والمتبقي إلى السنة المقبلة. كما أن المبلغ المتبقي من قانون الدعم الطارئ يمكن أن يتم تدويره إلى الغذاء العام المقبل.